بسم الله وعلى بركة الله ما زلنا متواصلين وإياكم مع انطلاقات هذه الفترة الصباحية مع انطلاقات سن القعدان المخصصة لسن الفطامين هنا مع البداية الأولى مع من يتقدم مع البداية الأولى الشرس تركيب سعيد باللج مع الخيارين الهاجري بينما هون المراكز يتقدم في هذه اللحظات الواصل الأسد حمد بن علي بن صالح السندوان من يتقدم على مستوى المركز الثاني بينما ثالث المراكز من يتقدم الآن على ثالث المراكز زين عبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري بينما رابع المراكز من يتقدم في هذه اللحظات النمر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد العامري يقود فيصل بن جهمان البريدي بينما خامس المتحدين والمتنافسين يصل في هذه اللحظات الواصل عز الجيش بدر بن دلهم بن علي آل فهيد الهاجري ولكن نتحول إلى البداية الأولى مع من يتقدم مع البداية الله يا من يقود المسار زين عبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح بينما ثاني المتحدين الواصلين من يستمر الضغط المستمر على مستوى المركز الثاني على مستوى المركز الثاني على مستوى المركز ثاني النمر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد العامري لكن شوف القادم من اسم جديد يضم الى دائرة النداء يتقدم صدام محسن بن راشد بن هادي بن قرح بينما ثالث القادمين اسم ينضم الان الله النمر اسم جديد هنا تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار من انتزع المركز الاول مروي علي بن سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز بينما ثاني المراكز زين عبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري ثالث المراكز المركز الثالث النمر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد العامري رابع المراكز صدام محسن بن راشد بن هادي بن علي آل قرح خامس المراكز الجنوبي هزاع بن حمد بن صالح ابو شريده العذب اذا تهانينا والناموس لمالك مروي علي بن سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز من حل على مستوى المركز الأول تهانينا على هذا الفوز من حسم الأمور في الأمتار النهائية فتهانينا على هذا الفوز والانتصار قاطع المسافة دقيقتين 13 ثانية و 68 جزءا من الثانية بينما من حل على مستوى المركز الثاني مروي علي بن سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز قاطع المسافة في دقيقتين من حل على المستوى المركز الثاني زين عبد الله بن سعيد بن تركي البحيح المري بينما ثالث المراكز قاطع المسافة في دقيقتين 13 ثانية و 84 جزءا من الثانية ثالث المراكز النمر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد العامري قاطع المسافة دقيقتين 13 ثانية و 94 جزءا من الثانية